بداية يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي. أنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على تلبيته دعوتنا وتشريف لقائنا اليوم. تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية جزء كبير من مخاطر الائتمان المصرفي، وبغرض تشجيع البنوك على منح الائتمان لتلك النوعية من المنشآت. وتطلع إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تتزايد مساهمة البرنامج خلال الفترة القادمة في تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. Now one solution to weaknesses in contractual frameworks is to rely on types of lending that do not involve collateral. For example, both leasing and factoring have become popular in many countries. Neither involves collateral of the traditional kind and should in principle allow banks to circumvent the problem of deficient collateral regimes. But when we look at this aspect through the survey, we find that only a small proportion of banks in the MENA region do leasing business with SMEs. لاحظنا أيضا بأن قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة يعمل ويشتغل في معظم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية أو العاملة، وهي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني. اتضح أيضا بما لا شك فيه في ظل الأزمة المالية العالمية بأن قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة من أقل القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية. هذا النمو في مصرفية الأعمال المتوسطة والصغيرة، المنشآت المتوسطة والصغيرة، سيكون له بالتأكيد الانعكاس على عوائد المصارف السعودية من هذه المصرفية، والمتوقع لها أن تنمو من 3 إلى 6 مليار في حجم العوائد من هذا القطاع، يصل إلى 3 مليارات ريال بنهاية 2015. تاما نتمنى الجميع التوفيق والسداد وأن يحقق برنامج كفالة الآمال المرجوة منه، متطلعا أن تكون الفترة القادمة هي الانطلاقة الحقيقية للبرنامج. بعد البحث مع الشركاء في البرنامج فقد تقرر ما يلي: أن يتم زيادة نسبة الكفالة إلى 80% من القرض لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلا من 1 مليون ريال للمنشأة الواحدة الحالي. كما أود أن أؤكد أن وزارة المالية سوف تستمر في دعم هذا البرنامج.